ونرجع نتكلم على المنتخب الوطني والكابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري يا استاذ عمرو، رايك ايه؟ كابتن حسام البدري مدرب كبير طبعا، لكن اداء المنتخب امبارح كان اداء مخيب للامال، المستوى ضعيف جدا يعني بكل امانه، يعني مع كامل الاحترام للكابتن حسام البدري، لكن وجب التغيير. وانا شايف ان في اسماء كتير لازم تطرح في الفتره الجايه، المنتخب عنده استحقاقات مهمه جدا جدا، فبالتالي مصري ولا اجنبي؟ لا اجنبي، اجنبي. في باتشيكو ممكن يكون مدرب كويس جدا وعمل اداء جيد مع نادي الزمالك ومدرب فني عالي، ومش هيبقى عنده مشاكل اللي كان في نادي الزمالك مشاكل، يعني في النهايه الانديه غير المنتخبات الاداء بتاعه. وفي طبعا البروفيسور فيريرا مدرب عالي جدا ومدرب على مستوى عالي جدا، اعتقد يعني يعمل طفره كبيره جدا في منتخب مصر لو تولى. لو مصري مين؟ لا مصري، مصري بصراحه بامانه يعني الوحيد اللي ينفع حسن شحاته، مفيش حد تاني، كابتن حسن شحاته فقط. وطبعا اعتقد الظروف صعبه دلوقتي ان يجي كابتن حسن شحاته، فبالتالي انا شايف ان فيريرا او باتشيكو. استاذ علاء، طبعا انا شايف ان الكابتن حسام البدري مع الاسف الشديد دفع فاتوره تغاضيه عن فرصه للمنتخب الوطني، ان هو دفع فاتوره ان هو تنازل عن حق المنتخب في خوض مباريات وديه ويعرف المنتخب فتره الاجنده الدوليه ما لعبش مباريات، شفنا الحال، التمسنا له العذر كلنا وقلنا كلنا توقعنا، وانا وعمرو اتفقنا حضرتك هنا قبل مباراه انجولا قلنا لك الاداء مش هيكون كويس والنتيجه هتكون صعبه جدا، وقلت ان اللاعبين بيتعرض لجهاد جهاد ذهني وجهاد بدني، والتمسنا العذر بعد المباراه الاولى مباراه انجولا اللي كسبنا فيها. امبارح للاسف الشديد شفنا اداء مخيب تماما للامال، الوحيد اللي كان شايف النتيجه ايجابيه كان كابتن حسام بدري لوحده كان شايف النتيجه ايجابيه، واحنا كلنا طبعا كان الحزن عام جدا، وشفنا تقارير طبعا عملتها اون تايم سبورت من كل ارجاء مصر، تقريبا كل المصريين اتفقوا بنسبه 100% النتيجه كانت مخيبه للامال، الا كابتن حسام بدري بس طلع قال النتيجه ايجابيه، واحنا مش عارفين ازاي النتيجه ايجابيه. الكابتن حسام الفتره اللي فاتت دي واضح ان هو كان في بعض التشاحن شويه، يعني انا كنت حاسس ان هو مش مبسوط في مهمته، والجو العام ما كانش معاه. البديل مين؟ كابتن انا بقول لحضرتك، يعني انا بقول لحضرتك المدرب، ما فيش مدرب وطني هيحصل عليه اجماع الا اثنين بس، الكابتن الراحل كابتن محمود جوهري والكابتن حسن شحاته، دول الاثنين بس باصين اللي هيحصل عليهم اجماع، ما فيش مدرب وطني ثاني هيحصل عليه اجماع ثاني، وانا انا كنت شايف ان كان من الخطا ابدا ان احنا نجيب مدرب، انا شايف ان لازم كمان يكون مدرب اجنبي، مدرب اجنبي يكون ليه تجربه بالكره المصريه. انا بتفق مع عمرو فيريرا، بتفق معاه جدا جدا، في راجل مدرب كويس وعارف كويس جدا، باتشيكو برضه مدرب كويس، جروس، في فيريرا المدير اللي هو كان مدرب النادي الاهلي السابق، دي اسماء كلها اسامي كلها ناس كويس. لكن انا بقول لحضرتك يعني الكابتن حسام يعني عايز اقول ان هو اللي جان على نفسه، يعني في دقيقه رايك في وقعه مصطفى محمد؟ وقعه سيئه جدا اللي حصل ده، غير مقبول من مصطفى محمد ايا كان هو ايه، غير مقبول طبعا. لكن عايز ارجع لحاجه قبل كده، ان كابتن حسام كان عنده مشكله في التغيير وفي التشكيل نفسه في كل حاجه، فبالتالي صح. يعني وقت مصطفى لازم يتم فيها تحقيق لازم يحصل تحقيق بجد، يعني لازم يحصل تحقيق، بس تحقيق بجد يا كابتن سيف، يعني مش مجرد ان اللاعب يجي يعتذر والكلام ده كله ده، لان انا عارف ان في ضغوط كانت مورست على اللاعب بعد المباراه امبارح من لعيبه كتيره جدا ولاعيبه، واتصالات تمت ليه للاعتذار والكلام ده كله ده، بس غير مقبول من لاعب صغير في السن طبعا طبعا، يعني ازاي يعني؟ ايوه انا بقول لك يعني صح. يعني انا بقول لحضرتك قبل ما يتم توقيع عقوبه على اللاعب ده، انا ارجو ان اجراء تحقيق مع كل طرف مظبوط، ويكون طرف شريك في التحقيق ده الكابتن محمد بركات. كابتن محمد بركات.